هلا وقتها مع طبعا مؤسس المسرح الوطني اللبناني سور قاسم اسطنبولي. قاسم صباح الخير. صباح الخير لحضرتك ولجميع المشاهدين. يعطيك العافية واسم الله عليك، يعني ما بفوتك شيء أبدا من كل الأحداث، وتضامنا مع أهلنا بفلسطين مسرحية قوم يابا على المسرح الوطني اللبناني بسور. هلا بنحكي على الأوقات وكم عرض إلى آخره. خبرنا شوي قاسم عن هالمسرحية، هل هي جديدة هل هي قديمة، شو موضوعها بالتحديد؟ هذه المسرحية بلشت بال 2008 وكان وقتها العدوان على غزة. كنت بالجامعة اللبنانية تلميذ مسرح وبلش نعمل هالعرض، كان يعني بالجامعة بلش نعمله بالفضاء المفتوح كعرض شارع، وظلت هالمسرحية. طبعا هي من تأليف الكاتب الفلسطيني الراحل سلمان ناطور وسينوغرافيا الإسبانية أنا سندرو ألباريز. نعم. وتطور هذا العرض، يعني كنت انا كنت بدي اقول موقف بال 2008، اليوم هالقضيه الانسانيه ما زالت عايشه، فاللي عم نقدر نعمله من خلال هالعمل اللي هو بيحكي عن حكايه حقيقيه قدر يوثقها سلمان ناطور عن تاريخ الشعب الفلسطيني ما قبل 48 لليوم. بنشوف انه اليوم اللي عم نشوفه اليوم هذا الشعب العظيم بمقاومته بصموده باهله عم يعمل اهم من السينما والمسرح، عم يعمل قضايا انسانيه نحن عم نتعلم منها، فبالفن بياخذ من الواقع بيعكس اللي عم بيصير اليوم. نحن كمسرح هذا اللي قادرين نعمل اليوم، ان كان بوقفات تضامنيه مع الشعب الفلسطيني، مع اهلنا بالمخيمات بالجنوب، او من خلال اعمال مسرحيه نقدر انه نعبر عن غضبنا وتضامننا ومحبتنا وايماننا باللي عم بيصير. حضرتك المخرج والمؤدي بهالعمل رح تكون وحدك على المسرح؟ صحيح، هو عمل مونودراما. نعم. بيصير في تجسيد للشخصيات او الحكايه، وبيكون في كمان لها علاقه مع الجمهور، يعني بتفاعل ما مع الناس. وهذا العمل يعني انا تنقلت فيه، يعني انا عرضته باوروبا بجنوب امريكا بدول عربيه، والقضيه ما زالت عايشه. يعني هذا العمل اللي قدر يعمله سلمان ناطور بالحكايه انه يفرجي القضيه بطريقه انسانيه، الناس بتعايش معها، بتشوف قديش هالقضية عم بتعيش مسلسل مستمر، ولكن ما دام الأمل موجود بأنه يستعيدوا أرضهم يستعيدوا. هي ذاتها الرسالة اللي كانت بال 2008 عم توصلها هلأ، ولا صار في عليها زوايد إذا شيء أو تعديلات معينة على النص؟ بعتقد في بعض الاضافات اللي يعني اللي عم نعيشها اللي شفناها اليوم، يعني اليوم تطور النضال اذا بدك، اليوم اللي قدر يصنعه الشباب الفلسطيني والمقاومه الفلسطينيه انها غيرت بالمعادله، بمعنى تطور العلاقه وتطور، ولكن القضايا الانسانيه الموجوده بالمسرحيه او القصص بنشوف انه اليوم المؤامره على هذا الشعب ما بلشت اليوم، ولكن بلشت من زمان، من سايكس بيكو ووعد بالفور، وبيمروا على كل الحقبة التاريخية ما قبل 48 لليوم بأسلوب المضحك المبكي، انه هذا انه قديش اليوم في كوميديا سوداء، ولكن اليوم اللي عم نشوفه هي تراجيديا بكل ما لها الكلمة من معنى، ولكن هذا الشعب عم يثبت بكل يوم انه هو عنده قوة للحياة. نعم. ما عنده خيارات الا انه هو يناضل بكل الوسائل. قاسم وقت نحكي كان المسرح من زمان يهاب، ينخاف كمان منه كمنبر من خلاله يصير في النقد، من خلاله يصير في الرسائل لازم تتودى يحرك الرأي العام، هل بعده عنده نفس القوة لهالدور هيدا المسرح بعالمنا وبوقتنا الحالي؟ المسرح دائما رح يلعب دور بالتحريض وبانه يحرك المجتمع وبانه يحرك الجمهور للقيام بفعل ما. طبيعي المسرح بواكب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. اليوم إذا بنشوف، خلينا نشوف بكل معنى الكلمة، الإعلام اليوم قديش عم يلعب دور إنه ينقل الصورة ويقدر إنه يفرج الحقيقة للعالم، وهذا اللي ما كان موجود بالسابق. كان يعني الغرب بيفهم الصورة منقوصة، اليوم عم توصل الصورة كما هي بكل ما لها، يعني الحقيقة كما هي. الإعلام والمسرح والفنون أكيد هي بتقدر إنها توصل وبتقدر
انها تحرك وبتقدر انه يعني انا بشوف لما كنت اعمل هالمسرحيه باوروبا بمحلات او بجنوب امريكا كنت شوف انه الناس تتفاعل وتفهم وتقدر تحس وتحس بمعنى الحقيقه اللي عم توصلها من خلال القصص الانسانيه الموجوده بهذه المسرحيه. فالمهم نحن كعرب ممكن نتعاطف مع القضيه لان هي قضيتنا كلنا، ولكن اليوم المهم انه نوصل الرساله للناس اللي ما بيعرفوا هالقضيه او اللي ما وصل لهم او اللي عم توصلهم صوره خاطئه. المسرح بضل دائما أداة ليعكس المجتمع وبضل وسيلة إنسانية حقيقية، ما في أجر من المسرح لما يعكس قضايا اجتماعية ويقدر يخاطب الناس ويرسل لهم تساؤلات. اليوم لما تروح على بيتك لما تحضر عرض لما توصلك إشارات وإنك تروح بتساؤلات تحرك فيك كثير من الأمور اللي غذاء للروح وللعقل وللقلب. هذا المسرح. أنا يمكن في شغلة يعني وتحكيت عن الإنسانية اللي دائما أنا بحكي عنها بكل مقدماتي وبكل وقت أحكي عن موضوع الظلم، الإنسانية تأتي أولا وبعدين كل شيء. يعني انفقدت الإنسانية وين ما كان، كان بالأحداث اللي مرق فيها لبنان وأوضاع المواطن اللبناني انفقدت الإنسانية، كان بالحروب انفقدت الإنسانية، بالمشاهد اللي عم نشوفها بالأطفال والنساء والأبرياء بحرب غزة كمان انفقدت الإنسانية. أنا بدي أطلب منك موضوع اللي هو لأروح الشهداء الأطفال اللي تحولوا لملائكة والأطفال اللي بقيوا عايشين بتروما مش طبيعية على المشاهد اللي شفوها. يمكن هيدا عمل كبير لازم ينعمل ورسالة توصل بطريقة ما، لأنه هون بيلعب دور علم النفس وكتير قصص يعني لازم توصل لنقدر نوعي الناس كيف يتعاملوا مع الأطفال حتى اللي بقيوا ومع الأهل يلي فقدوا أطفالهم وهن بقيوا كمان. يعني إذا بدك العرض يعني مقتبس من علاقة والد الشهيد محمد الدرة بابنه. نعم. بالعرض كنا عم نشوف اليوم والد الشهيد محمد الدرة كان كمان عم يفقد أولاد إخواته بغزة، وكان يعني من يعني بالفترة لما فقد ابنه كان عم بيقول انه مات الولد، وهيدي الجملة الشهيرة اللي اليوم كان عم بيقول لهم هدول ملائكة. فاذا بدك يعني يعني احيانا نحن لما بتجسد عرض او لما بتحس انه انت جزء من هذا اللي عم بيصير بالمسرح، ولكن بدك توصل الرساله كما انت بتشعر وكما الشخصيات اللي انت عم تلعبها تقدر انها توصل قضيه انسانيه ولا فين نقول هي ملحمه انسانيه مسرحيه. فقلت لك المشاهد اللي عم نشوفها اليوم هي اكبر من قصه فن ومسرح، ولكن هذا دورنا وهذا دور المسارح ودور المثقف العربي والفنان والسينمائي انه يتعايش وانه يوصل القضايا اللي عم يشوفها بشكل يومي ويقدر انه يفتح المسرح بشكل للناس حقيقي. وهذا اللي عم نعمله. صحيح. نعم. انا بدي اقول انه المسرحيه هي اليوم رح تصير على الساعه 5 على مسرح الوطني اللبناني سور. صح. صحيح. هذه الدعوة عامة للجمهور انه يشوف العرض بمدينة سور، وان شاء الله اذا ضلت الامور يعني في امل انه نقدر نعمل بطرابلس كمان، ليش لا ننقل العرض. يعني هذا اللي قادرين نعمله بالمسرح اليوم، وتحية لكل اهلنا بفلسطين وكل اهلنا بالمخيم. قد ايه بيسع المسرح بسور قاسم؟ بسور بساعة 225 كرسي، بس بطرابلس بساعة 800 وشي، يعني هذا الفرق بين المسرحين. ولكن نقدر نعمل أكثر من عرض. وكان مفترض يكون في عرض بفيينا ب 4 نوفمبر إذا قدرنا وإذا كان الأمور مؤاتية تسمح. أنا بدي أتشكرك قاسم، يعطيك ألف عافية، ودائما نحن معك على تواصل بكل شيء جديد عم تعمله بكل النشاطات وطبعا الوقفات يلي حضرتك التضامنية اللي بتعملها. شكرا لك.